مشاهدينا اهلا بكم. اولى تغطيتنا اخترنا ان تكون من الاراضي الايفواريه حيث تجري منافسات الكان، وحيث المنتخب الوطني هنا يعتبر احد اقوى المنتخبات والمرشح الاول الايفواري باللقب. هنا نحن الان نتواجد بملعب اوغوست حيث تجري اخر استعدادات المنتخب الوطني المغربي لنقول لكم هنا الاجواء التي تجري فيها الحصه التدريبيه الاخيره للمنتخب الوطني قبل مباراه زامبيا على الساعه 9 بملعب لوغو بوكو. بطبيعة الحال المنتخب الوطني اليوم في المباراة الثالثة ليه على التوالي بكأس أمم أفريقيا بالكوت ديفوار كيبحث على الفوز، لربما أكيد ضمننا التأهل، ولكن الفوز غيخلي المغاربة كلهم متفائلين، غيخلي المجموعة ككل متفائلة، وغيخلي أصلا نمروا في المركز الأول اللي هو لوبجيكتيف ديال الناخب الوطني، وهادشي اللي تكلم عليه خلال الندوة الصحفية اليوم. قال على أن المنتخب المغربي جا لهاد لاكوب دافريك باش يفوز بجميع المباريات، والفوز على زامبيا كيف ما ذكرت غيخلي كلشي متفائل وغيخلينا نمروا في المركز الأول. يعني بطاقة التأهل في الجيب يسهل نوعا ما المأمورية على عناصر المغربية، لكن ذلك لا يعني بتاتا التساهل في هذه المباراة أو ظهور بمظهر غير لائق، لأن المنتخب المغربي عنده تحديات كثيرة، أولها تحقيق الفوز ل يعني احتلال صدارة المجموعة وبقاء هنا في مدينة سان بيدرو، لأن غير ذلك سيعقد نوعا ما المأمورية من ناحية التنقل، خصوصا إذا احتل المركز التالي سيعقد المأمورية لعناصر المنتخب، للمشجعين، ل يعني الإعلاميين الذين يرافقون المنتخب. كل شيء بدأ مباراة صعبة، لكن الخبر صار هو عودة مسلم الزاوي تدريب الجماعية، وهذا خبر صار ما باليش رومانسيس واش إصابة ولا تحايل مع الواد الكراكي كما كان كيدير في قطر. مباراة صعبة مع التمنية، لكن الحاجة الزوينة هو أن الجمهور ديال الكوت ديفوار يكون حاضر باش يساندنا، لأن إلا فزنا حتى هما غادي يتأهلوا معنا. المباراة غتكون صعيبة، ما غاداش تكون سهلة، بالرغم من أنها غتكون بظروف مغايرة على المباراة ديال منتخب الكونغو الديمقراطية، ولكن الفوز فيها غادي يكون مهم، لأن بعد التعادل أمام الكونغو الديمقراطية لربما في لي ريزو سوسيو كثر القيل والقال، كانت انتقادات لوليد الركراكي تقبلها وقال أن المنتخب ما كانش في كامل جاهزيته. الهدف واحد، القدوم لا الوفد الإعلامي ولا المنتخب الوطني، وهو الفوز بكأس أفريقيا. شوفي يعني مباراة ديال غدا نقدر نقول ان المباراة الاهم والمباراة الاصعب بالنسبة للمنتخب الوطني في دور المجموعات من هذا الكان، على شان انه غنلعبوا امام منتخب ما عندوش خيار اخر الا انه ينتصر باش يضمن التأهل ديالو الى دور ثمن النهائي. حنا اكيد تأهلنا، ولكن الهدف ديالنا الا كنا عندنا طموح اننا نمشيو حتى النهائي ونفوزوا باللقب، فخصنا نفوزوا بالمباريات ديالنا، وبالتالي خصنا نفوزوا بمباراة زامبيا، لان هذا غيخلينا نحتلوا صدارة هذه المجموعة. غنبقاو في سان بيدرو وغنستافدوا من فترة اطول للراحة، على اعتبار اننا نغلبوا المباراة ديال ثمن النهائي نهار 30 يناير. اذا ضرورة تحقيق الفوز، وامام خصم لربما ايضا لم يفقد الامال في التأهل، يعني منتخب زامبيا لديه نقطتين يراهن لما لا على تحقيق الانتصار والتفوق على المنتخب المغربي وتجاوزه، ولما لا احتلال صدارة المجموعة. إذن كل شيء ممكن، وعلمتنا اللقاءات السابقة لحد الآن يعني في هذه النسخة 34 كأس أفريقيا الأمم بأن المنتخبات الصغيرة لم تعد تحترم المنتخبات الكبيرة، الكل يأتي هنا مسلحا مستعدا بإمكانياته بلاعبيه بمدربيه، والكل يبحث عن خلق المفاجأة كما فعلت منتخبات أخرى كغينيا استوائية أو يعني غينيا وكذلك مثلا الرأس الأخضر. إذن المباراة صعبة وصعبة جدا. إن شاء الله نتمنى يعني كمغاربة أن الفريق الوطني المغربي يفوز اي نتيجه، المهم انه يضمن الصداره درءا لاي مفاجات كما قلنا، وانه يستعد المباراه ان شاء الله الى ضمن المركز الاول. فالمباراه المقبله غتكون الى يوم الثلاثاء المقبل، غيكون عنده الوقت الكافي من اجل اعداد لهذه المباراه. كنظن ان الظروف المناخيه مثاليه بالنسبه للفريق الوطني، ما كاينش الحراره، الرطوبه ما عندناش لها حل، ولكن على الاقل ما نلعبوش امام درجه حراره ديال 32 درجه وفي الساعه مع جوج ديال النهار كما وقع امام الكونغو الديمقراطيه. اكيد هذا ظرف مساعد، ولكن ايضا الامن النفسي غيكون اهم، لان العناصر الوطنيه غيبغيو يمحيوا الصوره اللي ترسخت في الذهن ديال الجماهير المغربيه والعربيه والافريقيه على الفريق الوطني امام الكونغو الديمقراطيه، فهذه هي الفرصه.